هي ماشي استقالة، وإنما الأمر يفرضه القانون التنظيمي للحزب المغربي الحر، القانون الأساسي كيفرض على الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي أنه بعد اجتماع المجلس الوطني الأخير اللي غادي ينعقد من دابا ساعة، أنه بعد انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر اللي بخالينا ليه سوى 3 أشهر أو 4 أشهر حسب ما سيتحدده اللجنة التحضيرية، أنه خص الأمين العام يبعد باش يخلي الديمقراطية تشتغل، باش يخلي الحزب يتنفس بدون ضغط ديال الأمين العام. إذا أنا ملزم قانونا أنه ابتداء من هذا المساء أنه نحيد ونخلي اللجنة التحضيرية للمؤتمر هي تشتغل، نبعد على التنظيم، نبعد على الضغط على المناضلين، لأن باستشارة مع السيد رئيس المجلس الوطني هذا المؤتمر غادي يكون مختلف عن كافة الأحزاب، متفقين مع رئيس المجلس الوطني أنه غادي نستخدموا الصندوق الزجاجي أمام الإعلاميين، غادي نخدموا ونفتحوا الحزب أمام اللي بغى يترشح من الأعضاء وطبقا للقانون الأساسي. بغينا الاستعداد هذا المؤتمر أولا ما يكونش فيه الأمين العام وما يكونش فيه المكتب السياسي وما يكونش فيه الضغوطات باش نخليو الديمقراطية الداخلية. احنا عوالين على أنه نحضروا مؤتمر وطني كبير باش نحضروا فعلا بديل حقيقي للمغاربة. أنني نعتزل أو ما نعتزلش هذا أمر غير مهم بالنسبة للمغاربة. المغاربة اليوم كيهمهم الغلاء، النص ديال المغاربة ما عيدوش هذا العيد الكبير. المغاربة تحت خط الفقر، هبطوا أكثر من 4 مليون تزادت ديال المعطلين بسبب هذه الحكومة. هذا هو المهم، أنني نمشي فعلا أفكر ليل نهار أن أعتزل هذا الشأن السياسي ونمشي نسد عليا باب داري ونربي وليداتي، لأن ما بقى ما يدار في الشأن السياسي. ملي رئيس الحكومة كيجي أمام البرلمانيين وكيقول لهم على أنه لا يعبأ بهم، والحال أن جلالة الملك يأتي كل دورة ليؤكد على أهمية البرلمان، هنا كنعرفوا على أن السياسة تنهار. أي دور للمعارضة نتساءل، وهنا أحمل المسؤولية مباشرة لحزب الاتحاد الاشتراكي. ماشي غريبة عليه الغدر، ماشي غريبة عليه أنه كيخوي بالمعارضة، ماشي غريبة عليه الوجهين، ولكن هو اليوم يدمر حقوق المغاربة الذين ينتظرون من المعارضة أن تقول الحقيقة في وجه السيد رئيس الحكومة وأن تقف في وجه سياسته الخطيرة على الشعب المغربي. الغلاء لم يعد المغاربة قادرين، اليوم 80% ديال المغاربة ما قدروش يمشيو يصيفوا، 50% ديال المغاربة ما عيداتش لأول مرة. أين هي ملايير المغرب الأخضر؟ فينا هي المعارضة اللي غتطرح التساؤلات القوية لمحاسبة هذا رئيس الحكومة على تبديده الملايير من جيوب الشعب المغربي؟ قضية الأسامير اليوم أنتم عرفتوا شنو وقع فيها، على أنه صدر أخيرا حكم كيحكم على المغرب ب 150 مليون على قضية الأسامير التي ساهم رئيس الحكومة باش أنه يدمرها، ومن اللي مشاو للمحاكم ديال التحكيم الدولية خسروا القضية. أولا لسببين، أن كاين مسؤولية خطيرة ديال هاد الشركات الاحتكارية بحال الشركات ديال رئيس الحكومة، وكاين عجز لأن الناس بلاص ما تمشي تدافع على هاد القضايا الدولية بمتخصصين ديال التحكيم، وحنا وحدين منهم. كان رئيس الحكومة يعيط ليا، ولكن هو كيعيطوا كيستعنوا بهذوك ديال الخارج، المحامون ديال الخارج، وكيخسروا القضايا. واليوم خاسرين الأسامير، خاسرين الاحتياطي والأمن الطاقي، وخاسرين الملايير، وزايدينها بغرامة غيخلصوها المغاربة ديال 150 مليون دولار من الجيوب ديال المغاربة تخلص لهذاك السعودي الملك ديال الشركة. فين غاديين المغاربة؟ فين غاديين؟ فعلا أنا اليوم أفكر ليل نهار أمام هالضربات اللي كيتلقاها الأحزاب السياسية والمعارضة أنني نمشي بحالي ونربي وليداتي حسن ليا. ما بقى ما يدار، ما بقى ما يدار، كاين الياس. اليوم شفتوا كيفاش على أن الطلبة المقصيين كيتقصاو فقط لأنهم تجاوزوا 30 سنة، والحال على أن المباريات يجب أن تحترم قانون الوظيفة العمومية في 45 سنة. فين بغيتي هاد الوليدات يمشيو؟ يمشيو ينتحروا؟ يمشيو يموتوا؟ كل هذه الأمور هذه جعلت على أننا
كما كناش متثبتين بالمسؤولية اللي خدوها على عاتقنا الإخوة والأخوات المناضلين، كنا مشينا شحال هذه بحالنا. لهلا يقلب ما كاين ما يدار، الناس لا تعبأوا بنا، الناس ما كيديوهاش فينا، كنقيلوا انتم ربما تبعتوا الاحتجاجات ديال الحزب المغربي الحر من النهار اللي بدينا، حتى واحد ما كيديها فينا. لهذا اليوم قررت في الكلمة ديالي أن أتوجه مباشرة إلى أمير المؤمنين. علاش؟ لأن أولا جاية 25 سنة عيد العرش، وكان ضروري أننا نأكدوا على الإنجازات، ولكن ضروري على أننا نقول لمولانا أمير المؤمنين أن هناك إرادة سرية حقيقية كتشتغل بها هذه الحكومة لتدمير كل هذه الإصلاحات غير المسبوقة، لتدمير كل هذه الإنجازات، لخدشي صورتي وعلاقات الملك بشعبه. اليوم كنشوفوا الشعب كيفاش في الأسواق، والهندية عباد الله الهندية بعشرين درهم الوحدة ولا عشرة درهم، اش هذا الوحده؟ كنا كنشريو جوج درهم الكيلو، علاش؟ باش وحده من العائله ديال رئيس الحكومه كدير الماكياج، كيهدوا لعيالاتنا بالماكياج، كيقول لهم اخنوش خدا الهواء وخدا المازوط وخدا الغاز وخدا تحليه المياه وخدا حتى الماكياج ديال العيالات، وعيالاتنا راهم زوينات بلا ماكياج ديال الهنديه. الكرموس 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 ب 60 درهم، حب الملوك فراسكم حب الملوك وصل 110 درهم. اللحم مستورد معدل جينيا مستورد كياكلوه المغاربه. التغطيه الصحيه ما كاين لا تغطيه لا والو. هاد الايام انا اعاني مع واحد من الاهل ديالي مقرب ليا، كل نهار انا في المستشفيات الخاصه في المصحات الخاصه ملي كتجي تدخل كيطلبوا لك شيك في 10 المليون ضمانه، ما كيديروا لك والو. ملي كتجي خارج ملي كتجي خارج كيقولوا لك جات هي هذيك داك 10 المليون، كيديوها لك ولا يديوك للحبس. ملي كيعمروا لك داك الورقه ديال التغطيه الصحيه، هنا بغينا نقولوا هذا الشيء للمغاربه، ما كاين تغطيه صحيه ما كاين والو. ملي كيعمروا لك داك الشيء ديال التغطيه الصحيه كتمشي تدفع التغطيه الصحيه كيقول لك لا فتي شهرين، لا واحد الورقه ما جبتيهاش، لا الطبيب ما وقع لكش، لا كذا، مشات لك 20 مليون. الضمان الاجتماعي ولا داك المساعده الاجتماعيه ما كاين والو، كيعطيو لبعض الناس 500 درهم، النهار اللي كيشري واحد البوطه كبيره كيقولوا له خرجتي من المعامل دابا دخلتي يلا تقصيتي. اذا ما كاين والو، كاين الياس. وبالتالي حنا اش غادي نبقاو نديرو؟ نمشيو بحالاتنا احسن، نربي وليداتنا. مخرجين اشاعات البارح باش يهدوا هذا المجلس الوطني، كيقول لك لا استدعتني المحكمه، وتستدعي المحكمه. انا اللي بغيت نقول للجميع، حنا الجميع، حنا علاقتنا بالمؤسسات قائمه على الاحترام، قائمه على الاحترام ماشي على الخوف. وكيواهم من انه غيخرج خبر انا غادي يعيطوا ليا، وعيط ليا وهبي وجاد الامن وجاو استدعونا وكذا بالشكايه ديال وهبي الكيديه. خفنا تراجعنا. اليوم انا كنقول وهبي خصو يستقل، لان ذاك الفضيحه اللي دار في اسكوبار الصحراء كنعاودها ونقولها، وخصو يتحمل مسؤوليته السياسيه. البارح خارج خبر لا غادي يستدعوني ويستدعوني. واش اللي داخل في هذا الشيء ما كيعرفش على انه عنده جوج حاجات، يا اما السجن يا اما الدفاع على الشعب. هذا الشيء هذا مفروغ فيه في هذا الشيء، هذا الشيء ديال السياسه. لذلك اليوم الاخوه نحن جينا باش ننظموا اجتماع المجلس الوطني. انتهت هذا الصباح الجلسه الافتتاحيه باداره جيده للسيد رئيس المجلس الوطني. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.